وسهلا فيكم مشاهدينا في هذا مكانك. إذا أنت إنسان فنان وتبي تتكلم عن آخر أعمالك، هذا مكانك. إذا أنت إنسان موهوب وتبي توري موهبتك لكل مكان، هذا مكانك. إذا أنت إنسان سويت منجز رائع للوطن وتبي تشاركنا الفرحة، أكيد هذا مكانك. بكل حب أرحب بضيوفنا اليوم، بطلة الملاكمة ريهام كمال اللي مكسر السوشيال ميديا، عبد المحسن اللافي ساحر الكلمات الله يكفينا شره، الشاعر أحمد الصانع سيدة الإحساس وملكة الحماس، مين؟ أكيد دهان السلطان. والآن أرحب بفناني الرائع وصديقي الشخصي اللي أموت فيه ويطربني ويروقني، المشهور المعروف المحبوب، مين؟ بلبل الخليج نبيل شعيل. يا هلا وسهلا، نورني يا حبيبي، نور المكان. وطبعا ما ننسى صديقنا الداعم والموجود دائما واللي يطربنا دي جي سكوب. بهالاسبوع يا جماعه كان اليوم العالمي للصحه النفسيه، واول شيء جاء في بالي هل المشاهير يعانون من مشاكل صحيه ومشاكل نفسيه تحديدا؟ السؤال اوجهه وين؟ اروح لحبيبي نبيل ابو شعيب. على طول هذا اول سؤال؟ ايش رايك؟ اول شيء مساك الله بالخير. يا هلا والله حبيبي. ونتمنى لك بهالبرنامج الجميل كل التوفيق، وان شاء الله تكون ليله جميله معاك، والله يعيننا عليك والله يستر من اللي جاي. تعلموا كيف نسن ها؟ شوف النفسيه ترى هي تعتمد على مزاجك يعني، بس كون احنا يعني في نفس مجال الفني هذا تمر عليك ساعات حالات، في اغلب الفنانين يصير عندهم مود، يعني تروالي الفنان يمكن من واحده من صفاته انه مودي، اللي هو يعني مزاجه متغلب، ساعات يشتهي يطلع ساعات ما يشتهي يروح. باليوم الواحد يكون اي ممكن يعني ممكن ياخذ قرار الحين يقول لك انا والله اليوم بسوي شيء شيء، فجاه يغير هذا. تهاني قد زرتي طبيب نفسي قبل؟ لا الحمد لله. ما تشوفين ترى مو غلط يعني، هو يعني وايد ناس صح انه يعتقدون طبيب نفسي لازم يكون انت فيك حاله، هذا بالعكس هذا علاج. واحنا على فكره انا واحد ساهمت في بالكويت بحمله ما شاء الله اي نعم، اللي هي تشجع الناس انهم يروحون لطبيب نفسي، وناس سمعوا كلامنا وراحوا وفعلا استفادوا، وكانوا يعانون فتره مستحيل من المجتمع انه والله احنا نروح ويقولون عنه مثل عندنا عند بلفي ها راح الطبيب ميانين، لا مو طبيب حال طبيب مثل الانفلونزا مثل. ريهام حاله نفسيه كذا تغلبتي عليها قبل ما تدخلين مباراه، تجيكي حاله او قد مريتي بحاله نفسيه؟ اهم نقطه في الفايت اني اكون في الحلبه يكون عندي ايموشنال كنترول، لانه نوبات الغضب ونوبات التوتر تاثر على البرفورمنس اصلا في على الاداء فالواحد لما خلاص يكون متحكم بالمشاعر وقت الفايت مره يعكس بشكل ايجابي على البرفورمنس. والله مره جديده المعلومه ذي، غريبه والله. ليش؟ انا نفس الشيء. هي تعمل كنترول الانفعالاتها. اي حتى احنا لا بنفس المجال قبل لا نطلع ورا خلف الكواليس عندنا نفس الطقوس. اي بس انت الطاقه تطلعها بالصوت، هي الطاقه تطلعها طال عمرك ملاكمه. انا تروالي ضحكت تروالي ريهام انت ريهام هشام تروالي هشام من اول بوكس هي تنحل المشكله عندنا. الظاهر انت تبني. عبد المحسن شوف عبد المحسن من ابتسامته والتمالح وكذا مبين انه ما في اي مشاكل نفسيه، امورك طيبه الحمد لله. بس على سؤالك الاول هل المشاهير يعانون من المشاكل النفسيه خصوصا مشاهير السوشيال ميديا؟ اكيد، ولا ما راح نشوف اللي قاعد ما هي لعبتك ذي الله يكفينا شرك. اللي قاعد نشوفه مو طبيعي، فاكيد ننتقل من عبد المحسن ونرجع لك ابو شعيل. ما ادري ايش اقول، الزميل او الفنان ابو شعيل، بس قبل ما ابدا ها خلينا نشوف بعد انكم يا شباب حطوا لنا هالفيديو هذا نتفرج عليه. يعطيك العافيه. عافيك. سؤال، الشهره لما تصير مشهور تعتقد مفيده، محرجه، تقيدك، تخليك على طبيعتك، انت شلون شايفها؟ شوف يا ابو شعيل برامجك الحين الجديده تطلب من الضيف يكون شفاف ها؟ أوكي. ها يا احمد ركز معي ويجاوب
وما في ما في اجابات دبلوماسيه ها. أوكي. اليوم انا بستخدم معك نفس الاسلوب. انا جاهز. وشلون تطلع ترند من الضيف؟ شوف انا قبل لا اشتغل في البرنامج هذا كنت بالي الموضوع سهل الان، وفي ضيف من الضيوف اتعبني، كان المفروض يكون كوميديان من درجه الاولى، هو اوريدي كوميديان من درجه اولى. طيب بس لما تقابلت معاه تعبت، ابي ارفعه، ابي اطلع معاي، ابي اطلع بالحلقه، ماني قادر، تعبت. فقلت له مو معقوله، فاتضح الموضوع مو معنا في شخص اخر ما هو يعني كوميديان. طلعت الحلقه من اروع الحلقات. الحلقه رقم كم؟ ما انا ما خلاص عاد هشام بالمشاكل انت تحب سبحان الله. انا قلت له بس ما نبي انا قلت لك المهم انت لك الزبده ايش لك باللغوه. المهم اللي تبي انه فعلا انا يعني ما الومكم لما يكون عندك 30 ضيف وما تبيهم كلهم الحلقات يصيرون على نفس المستوى، صعب. ويمكن الناس ما يدرون شو المجهود اللي يلقاه الاعداد بالنسبه لفريق الاعداد، والمشكله الاخرى المحاور. شفتها انا في بعضهم لا يعطيك اللي هو مثل باص، تعطيه باص ويعطيك باص يجاوبك وهذا. انت تحب يريحك هذا ضروري. هو قال حق الضيف هذا قال انا والله توقعتك زين ما قلت لا انت ايش قلت؟ لا اي عادي على البلكونه افكار قلت له تعسفتني والله توقعتك ان انت حيل. طب انصدم هو الضيف؟ لا عادي عنده لان هو نحيت ينحت يعني. طب بسالك لو استضفت وطلبت من فنان صديق انك تستضيفه واعتذر وكان اعتذاره ما هو مقنع، يعني انت عارف انه لا ما لا انا ما دقق لسبب حصل معي يعني صديق حصل؟ كنت متوقع أرجوك تكفى. لا كنت متوقع انه يعني لا كنت متوقع انه يجي على طول. طيب بس لقيته متردد. لا متردد يمكن مو مقتنع فيني او مو مقتنع اني انا محاور. خليجي ولا عربي؟ خليجي. اوكي من اصدقائي بس لما نجح البرنامج في نص البرنامج سوى اتصالاته ويبي يشارك قمت انت لا قلت لهم بالعكس اذا في وقت عندكم شوفوا اذا في مكان خليه ما عندي مشكله. انت تفرق بين المشاعر والعمل. لا ما له شغل لسبب لازم يكون عندك مهنيه. تعلمت هذه تعلمتها لما قابلت سنعوسي. سنعوسي جاينا وكان لغاء ابو طارق الله يشفيه. تخيل صار عندنا دروب بالتصوير انه في الشاشات هذه ما اشتغلت فيها، صار تعرف انت كمبيوتر فيهنق ساعات. تخيل ساعتين وهو قاعد ولا تذمر، ما كان عنده حاله تذمر. هذه علمتني انا واللي موجودين درس والله العظيم. يعني فقعد اقول له انت ابو طارق ريال كبير وما تذمر، كله يقول لي هدي بالك هم حي، وانا انا زعلان عليه ما ابي اتعبه. صدق ساعتين وعادي وكان من احلى اللقاءات، واللي يرجعون لها الناس راح يشوفونها حلقه السنعوسي. هذه الحلقه قعد ساعتين ولا كان ولا تذمر، فعلمني درس انا وعلم الموجودين كلهم وعلقت انا عليه اثناء. ما استضفت احمد؟ احمد ما يبي. وراي احمد ليه ما تبي؟ انا ما اعرف شلون جبته انت. انا والله يا هشام يستحي ما يستحي. انا يعني ما يصير انا قابل او اتقابل انا ابو شعيب، يعني يمكن هذا هو البرنامج. ليه السبب بالعكس؟ على فكره مع انه موجود معاي كل يوم. ما يصير كل يوم حتطلع احلى حلقه والله. لا لا انا اعرفه عدل وهو يعرفني عدل. هو يخاف مني اني انا يمكن ادخل معاه. هو يخاف مني يمكن انا ادخل معاه. فانا جبتكم الاثنين عندي فحدخل معاكم بدل. انت هند شيء مسوي شيء قوي الصراحه. اي والله. ترى على فكره ابو شعيب الناس يتساءلون. يسالون. يقولون يا هون هذه اغنيه عبد الحليم. اي حبيبتي من تكون؟ لا النادي حقك من يكون؟ انت هلالي ولا اهلاوي ولا لما هبط الاهلي انتقلت الى الهلال؟ وش وين في قصدك هنا بالسعوديه؟ اي طال عمرك. انا عندي عضويه خالص والله. خالص؟ اي خالص. امورك طيبه. وغنيت له وكل شيء، عندي عضويه فخريه يعني مو بس قديمه طبعا ما ادري وينها الحين. بس اذكر ايام الغزو الله العيده كنت هني وكان لي علاقه هلال وعطوني اعطوني شو اسمه هلال. وكاس العالم من عينك على اي فريق بكاس العالم؟ والله انا عندي اتوقع ان شاء الله النهائي برازيلي هولندي. احمد ارجنتين. تدري من اللي خلاني احب الكره؟ سم مارادونا. المفروض تشجع الارجنتين. لا انا ما اشجع البرازيل، بس مارادونا احبه كاللي حببني بالكرة هذا كظاهرة يعني. مارادونا. تهاني أي فريق؟ أنا في المنتخب السعودي بس. بس؟ الله يجزاك خير والله. أكيد طبعاً يعني
منتخب البلد اكيد. عبد المحسن المانيا. المانيا طبعا. ريهام النهائي. نو نهائي. لا تسال البنات، لا تسال ريهام بس تحمد علي تتلطش. ريهام جاهزه. محمد علي كلاي. ابى ادخل بالثقيل يا ابو شعيل. اه بعد كل هذا ما دشينا الحين. والله اتكلم جد. زين يعني التعاون مع احمد ايه تعتبروا انه اعاده انطلاقه من بعد غياب لنبيل شعيل؟ نعم لسبب، هو طبعا واحد من الاسباب، لان احمد يعبر عن جيله. يعني اليوم لما يجيك شاب في مسيرتك الفنيه يجددك انت ك ك كشايب. يعني اقول لك اليوم احنا، انت اليوم نبيل شعيل معروف عند الوسط الفني وعند الجماهير وكذا، لكن التجديد مالك يجددونك هم الشباب، لانه هو اقرب للساحه، هو اقرب للموضوع. يعني انا اليوم شخصين لهم يعني الفضل الكبير، واحد منهم ولدي عبد الوهاب واحمد والجروب اللي معاي كلهم شباب، استعنت فيهم واخذ رايهم. طبعا الراي الاخير لي، بس دائما اخليهم يسوون اللي يبونه، لان انا عندي ثقه فيهم انهم يعرفون الطريق الصحيح وشنو المطلوب في الجيلين. اليوم ما اقول انا لا انا اللي اعرفه بس، هذا خطا. كل يوم احنا نتعلم، حتى اولادنا يعلمونا ترى. يعني يوم حتى اللي اصغر منك يعلمك. يعني اليوم خلينا نقول على سبيل المثال الاجهزه اليوم الجديده هذه والتكنولوجيا. انا في يوم من الايام ما كنت اعرف افتح حتى الكمبيوتر ولا اعرف امسك الماوس. انا اليوم ربعي يجون يسالوني اذا صار عندهم مشكله تعال حل لنا المشكله، انا احل المشاكل. من كثر ما تولعت سبحان الله مغير الاحوال والله يا ابو شعيل. تخيل يعني محبه. شكرا الله. لا والله احمد ابو شعيل تعبك بالبدايه النقله انه يا ابو شعيل الان خلينا نعمل هالشيء. تمام ابو شعيل طبعا الشغل ممتع وما يعني امدحه قدامه، بس انا اقول لك ان ابو شعيل القرار اللي خذاه يوم تكلمنا مع بعض يعني التزم كامل كلامه معي. يعني قال لي صدق تجربتي وعطاني مجال ان يعني ثقه ان انت لازم تكون قد المسؤوليه اللي اعطاك اياها. فانت لما انا اسوي شيء حق بوشعيل تاكد اني كني مسوي حق نفسي. يعني انا ما اعتبر بوشعيل فنان وانا المشرف على. اعطيك معلومه اي اول تعاون معاه الاغاني اللي نزلت ولا اغنيه حقه. يعني انا اشوف بوشعيل شنو هذا، شنو الدليل؟ انه يبي لك الخير. ايه يعني نقى قلت له، قال لي لا انا اذا نجحت انت انا نجحت. المشاهدات المليونيه للفنانين تعني لك ولا هذا بالنسبه لك ارقام؟ لا كلام فاضي. انا شوف انا بالنسبه لي اول مليون هو نجاح خلاص، هذا المليون الحقيقي. ما بعد هذا انا لا انا عكسك. انا عندي تجربه. لا عندي تجربه لان انا اكتشفت الموضوع فيك. فيك؟ وش اللي في وايد فيك. ما فيها شيخ. انا عندي حكى واللي ورا. انا عندي تجربه، انا عندي اغنيه اي اتحداك اذا تعرفها، ما انا قايل لك اسمها. اغنيه صار يمكن اكثر اغنيه صرفت عليها. وشفت الفكره كان يقول لي نفس الشخص قال لي عندنا في المنطقه الفلانيه ايوه يسوون بوم حق الاغنيه. وفلان 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 يسوي. قلت له اوكي عطني. قلت له شنو البوم هذا؟ خليني اجرب هالاغنيه اللي دايخه. اغنيه كسرت الدنيا. زين طبعا اغنيه مو معروفه يعني مو المعروفين لا قل معروف. انا راح ببالي اغنيه كذا. لا لا اكو اغاني معروفه لا انت هذه حقيقه يعني مثل ندمان لا هذه حقيقه هاي ما حد جاسها. لكن اكو اغنيه ما راح اقول اسمها جايبت لها ملايين على شنو؟ ترى الناس الحين انا بروح على طلع طلع النت بقعد ادورها. طلع البوم سووا لك زيطه وزنبليطه عليها. يعني الفلبيني يحب اغنيتي شكو برا من تايوان شكو يسمع اغنيتي. انت عالم الدش دشيت على عناوينهم. هذا سيرفرات لايك مو نجاح سيرفرات فلبيني يسوي لايك. حاجنا يا مكسر السوشيال ميديا طبعا. هو الان فعلا صحيح. في ناس تشتري المشاهدات وشوفوهم. لا بس حلوه يا ابو شعيل كذا شوفوا ما شاء الله من الفلبين ما شاء الله يتابعوني. يا سلام. ها انسى تايوان وانسى الفلبين. بسم الله انا جايب لك طال عمرك. الله زعتر. الله تستاهل يا طول عمرك. سم الله 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 الله. وش قصة الزعتر يا ابو شعيل؟ انت من قال لك عنه؟ ابو شعيل ترى ما شاء الله معلومة تاريخية. اي يقال تدري اليوم انا طبعا جايب معي بطرمان اصغر من هذا. اي وعلى الريوق طبعا احمد نايم قلتها فطلبت لبنة وقلت له زيت طلعت الغرشة مالتي زي هذه صغيرة
فحطيت. انت كيف تحط الزعتر كذا ولا لا 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 انت بالقفشه زين خل هذا عندك عشان بعد شوي اخذه منك. بس صارت هي قصه زعتر بكان. اسمع السالفه كان احطه اي خلاص اكلت طلعت الترولي برا وانا رايح اغسل يدي تذكرت وانا بطل الباب اطلع برا بعدين خفت يسكر الباب عليه فقعدت بين فقعدت لين خذيت البطل ما رديت صكيته. فتخيل يعني الزعتر هذا هذا اللي صار معانا في كان شافني في كان فقاعدين في نتريق عشان كذا النظرات فيها قاعد نتريق قاعدين نتريق فعند المدام مع عيال يحبون اللبنه مع هذا فسوت لهم خلطه على الريوق فجت واحده من اصدقائنا وذاق ذوقتها انبسطت على الاكل فجت ثاني يوم تسال صاحبه المحل قالت لها في اكله هني انا اكلتها عند اصحابي هني وتشرح لها تشرح لها تقول لها كذي وكذي تبي الزعتر هي تدري ان زعتر بس عبالها موجود عندهم قالت لا هذيك ما عندنا شافتنا بعدين مره ثانيه كانت تقول تعالوا انتم شنو؟ على عيب هذا ما لنا جايبينه معانا احنا. فهذا الزعتر صديق الشنطه صديق السفر. في فيديو ودي اوريك اياه بعد؟ اي في كان بعددكم يا شباب حطوا لنا الفيديو. عجيب والله. هذا كنا مالي ما شاء الله عليك يا ابو شعيل عايش الحياه الامور طيبه. هذه 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 الصديق عندنا بالسوشيال ميديا وصور وكذي يعني هاي اللقطه مع خاصه الرحله هاي مالت البوت هاي انتشرت بشكل خيالي يعني وصلت يعني اذكر واحد من الشباب وصل عنده 11 مليون واللي 3 مليون 4 مليون يعني تخيل كل من شايفها وشغله عفويه كانت بس الشيء الغريب في الموضوع انه قمصاني هذول في قميص حمر انشهر وراح هذا القميص الاصفر خذوه وما شنو فمرت الكويت كلمت المحل الو ابي قمصان بدل اللي راحوا يعني يقول لي خلص ان شاء الله السنه الجايه اول ما يوصلون اخش لك قلت له خش لي الالوان اللي راحت مني ابي الاحمر ابي الازرق ابي الاصفر كلهم ما شاء الله عليك ابو شعيل عفويتك حتى بالسوشيال ميديا هي اللي محببه الناس فيك. انا طبيعي انا ما عندي تكلف وبعضهم يقول لا تصورني لا تحطني يعني يمكن عندي تجربه مع 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 حبيب قلبي تلاقيت هو ساكن جنبكم هو بالكان لا ولا وين؟ لا لا انا جاي انا اللي تحرشت فيه صح؟ ايه انا اذكر كنت ماشي في كان ايه؟ كان نادي في الشارع وفجاه مين مكسر السوشيال ميديا لا انا احبه ادور أنا ابو شعيل موجود في السياره ويناديني بعدين لما نزلت له مع عيالي وهي صورت وياه كان كنت ويا اهله هو صوروا وياي فحسيت انه في 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 كيمياء في مو بس كيمياء في حب متبادل يعني انا احب اتابعه واتابعه طلع هو يحبني شخصيا يعني فصار في هالشيء وفي لحظه الناس تجمعت فجاه ويصورون الفنان نبيل شعيل وطبعا ما يحتاج يعني نبيل شعيل عليه القطات سريعه ففجاه قال لهم شنو متحف الشمس وضحك انت مجهز بس عاد عبالك خلاني يابني بالسوشيال ميديا وضغطني كان انت غلطان بس مشيت مشيت كان ضبطت بشوت زعتر سكت لا عادي يمون معطي انا الصلاحيه اي والله جت كذا صوره ودي اشوفها بعد منكم يا شباب نشوف الصوره هذه الله يا سيدي أي جورج ابو وديع لك صولات وجولات في لبنان زمان ابو وديع يعني وين صارت صداقتكم الان؟ لا زالت موجوده ولا زال صديقي وحبيب قلبي وابو وديع من احلى حفلات اللي سويناها في لبنان كانت معية ابو وديع وكان على قولتهم يحرص اني اكون انا معاه وكنا عملنا يعني تخيل حفلات ما كان حتى خليجيين سوينا في عقر دار لبنانيين في 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 منطقه كلها لبنانيين كان بيتش كنت الحفله انا معاه استمتعنا بشيء مو طبيعي تخيل يعني يعني جمهور ما شاء الله تبارك الرحمن هناك في بيروت كبير كبير وايد وخاصه مع الحبيب الله يحفظه ويخليه. ما جت فكره انك تعمل مشروع مشترك من ذيك الايام؟ لا ما 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 جت ما جت الفرصه بس يبقى شيء واحد يعني وديع يعني انا تربطني فيه او اول ارتباط فيه كنت سهران في مكان وبعدين شفته وسلمنا على بعض وبعدين كل واحد قاعد في طاولته لما جيت امشي جيت بحاسب كان يقول لي لا ابو وديع حاسب ومشى
احنا بالنسبه لنا هذا شيء مو عادي، يعني اللي يكرمك ويضيفك شيء ياثر فيك داخل يعني. فمن هاللحظه وانا عندي هذا الرجل له مكانه خاصه، مو عشان الاكل لا، التقدير هذا يعني تعرف انه هذه وايد كبيره عندي. اما لو كملها ببرطمان زعتر كمان كان الوقت. على طار الفنانين يا ابو اشعيل، بكان برضو مين من الفنانين تشوفهم صدفه فرحتك؟ والله شفت السنه ما شاء الله وايد، يعني شفت نوال الزغبي، حتى نوال مرة علي ما شافتني مره شي فخمطها نوال فهي اخترعت شو هو، بعدين صارت سلام وهذا انا جاي مع اولادي. وشفت بالفندق عندنا وليد توفيق قعدت وياه وصورنا وقعدنا سولفنا. طبعا في ملحنين في شعراء تلاقينا معه كثير. قالوا لي يا ابو شحيل، مو بقالوا لي، هو اللي قال لي إيه؟ انك انت ماشي بدايت تسوي رجيم. لا لا مو دايت، انا مسوي انا حميه عشان السكر تايب 2 الحمد لله، يعني على مو تايب 1 فتايب 2 يبي محافظه. انا احب الكاكاو او مثل ما يقولون اكل بشراهه يعني اي، فسويت بريك عليه سكرت الكولا الكاكاو هذا كله يعني يذكر شذر قبل انا. الف سلام عليك والله يا ابو شعيل، ما ترى الواحد لازم مهمه كان قبل. ابو شعيل باخر الحلقه عندي لك مفاجاه حلوه للامانه، ودي اشوفك بهذا يعني مطرب عالمي شفنا، مقدم عالمي شفنا، بقى نشوفك شيء ثالث. يلا. هذا الميكروفون من اول ما جبته وهو يصرخ يقول اعتقني، ابي انفاس ابو شعيل، ابيه يغني، ابيه يطربني، ابيه يدلعني. اعطني يلا. هذه مع هزه الكتاف طال عمرك. سام. نعم. يلا ابو شعيل. ندمان قلبي عشوق على غرامي، قلت لك احبك للموت بس حب كلامي، قلت لك احبك للموت رد بسمع كلامي. لا الباقي عالي مره ما اقدر انا عليه يا ابو شحيل، ما شاء الله صوتك انت فوق السحاب. يلا معي زغن معي. ندمان قلبي عشوق على غرامي، على غرامي، قلت لك احبك للموت بس حب كلامي، اسحب كلامي، قلت لك احبك للموت بس حب كلامي. اه بسم الله قلبي تحمست. الله يعطيك العافيه مشاهدينا، بكل حب نروح فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، نروح الفاصل ونسحب الفاصل، راجعين لكم. والله في شيء قرقع بقلبي مقهور الى الحين، ما انتقمت من عبد المحسن، ما نبقى قادر قبل ما يجي هنا. ها يا ولو يا سود، لا ابي العب معه لعبه. جاهز؟ جاهز اكيد، بس ما راح تقدر تنتقم. قهرني. ايوه الميدان يا حمدان. يلا ورايا قدامي. تعال قدامي. هلا والله. هلا وسهلا. ابتسم، الصورة تطلع حلوة. ابتسامة. تفضل. سلمني درع حبيبي. بكل بساطة لعبة انقذني يا لساني، لسانك ينقذك. حلو. لسانك ينقذك. حق القيل والقال ينقذك. حاسة الطعم تنقذك. تذوق وتقول لي وش نوع الفواكه؟ شكلك أنت ما تبرع فواكه.
ابدا راعي ذبايح. انا ادور الاكل صراحه مش وش رايك يا ابو شعيل راعي ذبايح الرجال ولا لا؟ خلينا نشوف. ما ادري. ما هو صح صاحبك في كان صاحبك وحبيبك. انت ايش حق تطولها؟ ورنا. كيف انت؟ بسم الله يدي 3 2 1 جو. خلاص يا ابن الحلال انت وش اي وشو؟ رمان. الله عليك. الله 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 الله. لا مو طبيعي. لا ذويق الولد طبعا. نمبر 2 ها قلبي احساسي شماغي. 3 2 1 جوز الهند. الله عليك. الله 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 الله. الثالثة جو. يلا غمض. انت في احد غششك ولا لا؟ لا والله معروف هذا. مانجا. مانجا؟ اذوق مرة ثانية؟ دق. يخوف. لا وين رحت انت؟ نطيت نطيت. هذه هذه رقم 3. مانجا. مانجا؟ مانجا الله عليك. لا معلم والله. ها اللي بعده. ماني ما وصلني شيء. ما وصلك الاحساس؟ ما وصل له شيء ونصه طلع من فمه. يا وش فيك خايف مني؟ انا ما بضربك والله. يا اخوي والله بنعطيك الفواكه لما تروح البيت لا تخاف. حامض مره بس. اي 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 وشو؟ بيرة مره ثانيه. يلا تفضل. مكيف ابو شعيل. مكيف الرجال. في فيتامين سي؟ اعرفه بالانجليزي. اي وشو بالانجليزي؟ جريب فروت. عصير ترى. جبتها صح يا ابن الذين. جابها صح. ما يلعب باعصابه. اللي بعده غمض عينك. عاد متعود. انا احس هو جالس يناظر. لا والله لا والله. غمض. يعني ما شاء الله انت ناوي تسوي كوكتيل ببطنك من هالمشاريب. ها 3 2 1 ايش؟ يا اخي معروف. ايه ما لي دخل. خلص الوقت. اللي بعده. انا ناس انا ناس. اخر واحده اخر واحده اخر واحده اخر واحده بسرعه. قلبي احساسي عقلي. ها شماغي. ثوبي. ما يشفط. كل شوي طلع لي سبب. ان جزاك الله خير. واخري ما يشفط. والفاكهه عندنا تنحف المشكله. والله ما يشفط. يا اخي الوقت ضيعته علي. يا اخي وش طلع؟ طلع خربز شمام غاط. يلا قدامي 3 2 1 على طريقك. طال عمرك. تفضل طال عمرك. أما الآن مشاهدينا بكل حب نستقبل صوت حبيناه. صوت رائع. تهاني السلطان. هذا مكانك. يا هلا والله. تفضلي طال عمرك. كيف الحال؟ الحمد لله. هلا وسهلا. هلا فيك. الابتسامة الدائمة رائعة. شكرا. بس اسمحي لي شباب شغلونا الله يطول عمركم هالفيديو نشوفه على السريع. طيب ايش وانا حامل كلها وانا حامل؟ هذه تهاني مجموعة صور. أول ما كنت تبينين هويتك. ما أدري هل هي استراتيجية تسويقية. بعدين فجأة ما شاء الله لا طلعت علينا تهاني. ويعني والدليل أنك يعني موجودة معنا اليوم. تغيرت الاستراتيجية التسويقية. وش السالفة؟ أحتاج أشوف كمية الناس اللي راح تسمع لي وأضمن أن في ناس تسمع لي. فلما شفت انه في يعني
النواوي ردود لما قلبها تهبل اغانيها حلوه اغانيها اي يعني خلاص جمعت شريحه كبيره يعني من الناس اللي تستمع لاغاني فلما انضمنت قررت فتشتي ها اغنيه يا هوا داره هي اول اغنيه ظهرت فيها بشكلك يعني بهويتك صحيح كنت متخوفه من ردة الفعل؟ شوف للامانه ما كنت ضاربه حساب في الاغنيه هذه اني بس الله يذكرها بالخير الشاعره نون اوجه تحيه لها كانت هي مقترحه علي الفكره قالت لي تهاني ليش ما تطلعين هويتك في هذه الاغنيه منها يعني الناس خلاص تعرفك وفي نفس الوقت حرام يعني ما تظهرين ظهور اعلامي يعني طيب لا اعتقد اعتقد انا يعني انا خلنا اريح بنيتنا كمجتمع خليجي احنا عندنا محافظ عرفت شلون؟ صح كون البنت يعني فتره من الفترات يعني تحافظ ما ودها يعني لما تتمكن من نفسها ما يصير بعد واحد يطلع على طول الناس بدون سابق معرفه فهي الخطوات اللي سوتها سليمه ما فيها شيء سليم مع ان يعني على قولتهم هذا كمجتمع احنا هذا موجود في مجتمعاتنا كلها واعتقد هي من ضمن المجتمع فهي اللي سوتها مو عيب ولا غلط يعني الله يعطيك العافيه اكيد يعطيك العافيه ويعني توجيه سليم طب قولي لي فاطمه عفوا مو فاطمه تهاني تهاني السلطان الاسم الفني تهاني السلطان الان بالبيت واللي حولك خلاص يعني تبرمجوا عليه ولا ما زالوا بالبيت يسمونك فاطمه؟ طيب للتوضيح انا اسمي فاطمه يعني بصريحة الآن أقولها في البيت لا فاطمة ولا تهاني وش هو البيت؟ توتو 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 وبالسوشيال ميديا توتو برضو؟ لا تهاني فتوتو وفاطمة كله نفس الشيء ها؟ عجيب والله أيوة فمنه طيب. أنا صغيرة أصلاً ينادوني توتو على اسم فاطمة يعني قبل لا أصير اسم الدلع يعني أي اسم الدلع لفاطمة توتو كانت جارة للوالدة تقول احنا اللي اي واحدة اسمها فاطمة ناديها توتو. فاعتمدوا اهلي الاسم الين ما كبرت وهم توتو توتو. فلما دخلت في المجال الفني وبديت اغني قالوا لي اختاري اسم يعني اسم فني تظهرين فيه. فشفت اقرب شيء لتوتو تهاني، قالوا لي تهاني او تغريد، قلت لا تهاني اقرب لي يعني. ما شاء الله عليك يا تهاني زوجك من أكبر الداعمين لك الله يعطيه الصحة والعافية بخلاف كثير من الفنانات نشوف أنه أزواجهم كانوا للأمانة عائق فما شاء الله يعني ممكن تقولينا كيف صار هالشيء كيف طريقة دعمه لك كان داعم لي لدرجة أنه قبل لا أظهر ظهور إعلامي كان يقول لي ليه ما تطلعين هو اللي كان اللي شجعك أي هو اللي كان يعني يقنعني بكذا طريقه وانا كنت اقول ما ابي لا لا يعني ما ابغى الحين بالذات يعني يبغى لي وقت شوي كان يقول بالعكس اطلعي انا يعني بدعمك وبكون معك وما عندي مانع يعني بالعكس فشفت انه كان قد ما يقدر انه يشجعني في هذه النقطه الين ما والحمد لله مشت الامور ناسبتني الفكره ووافقت ابو شهيد في شيء شدني يعني ما شاء الله عليها تهاني زوجها يعني داعم لها بالعاده الفنان تكون الزوجه يعني اذا كان البيت مستقر للفنان فنه مستقر يقدر يبدع اكيد اللي يكون في البيت مستقر له 100% بس الان لما هل الضغط يكون اكثر على الزوج اللي هو لما يدعم فنانته زوجته ولا الضغط اكثر على المراه لما تدعم زوجها؟ انا اعتقد سيان نفس الشيء، السبب لانه طول ما هناك في علاقه وطيده وعلاقه اي يعني احترام وحب ومتبادل وكذا وتضحيه الاثنين يقدمون نفس الدرجه. لان اللي يضحي ما يعني خاصه اللي ما يحب شخص او يهمه الشخص يقدم له كل شيء بدون ما ينتظر مقابل، واعتقد هذه العلاقه الزوجيه لما تكون علاقه زوجيه طيبه الاثنين ما ينتظرون من احد شيء، هذا اعتقد انه شيء طبيعي، غير اذا كان زواج مصلحه او شيء، بس هذا ما اعتقد لان ريان يقول لك هو زوجها معاها من البدايه وهو اللي يقنعها وهو اللي كذا، فاعتقد
هذه يعني لا ما شاء الله عليها تهاني عندها عز صغير الله يحفظه. من اللي مهتم فيه؟ أهلي. أبو عز؟ أهلي. أبو عز ماخذينه ماخذينه يعني بشكل الله يحفظهم يعني. لا أنا ولا أبو نقدر نسيطر على الموضوع. ما شاء الله. أي والله أهلي بزيادة يعني بزيادة ماخذينه مني. أنت طبعاً مرتاحة، العائلة ما شاء الله محتوية مرتاحة بس وأنت منطلقة. لا بس مرة هو مو قاعد يعتبرني أم نهائياً، يشوف أهلي نمبر ون بعدين أنت نمبر تو الأب والأم. إيه شباب الله يعطيكم العافية، حطوا لي الصورة هذه اللي بنعلق عليها. إيه يعني هذا سلمى الهندي حبيبنا أكيد طبعاً كي. يعني انتقلتي لمستوى ثاني بعد ما وقعتي مع روتانا، وين شايفة أنت رايحة وين؟ وش خططك المستقبلية؟ إن شاء الله أنا أتمنى أني أكون نجمة عالمية يعني مو بس في حدود مستوى الخليج. فأشوف إن شاء الله أنه بيكون في أعمال قادمة قوية، ألبومات بإذن واحد أحد مع روتانا، بيكون في يعني أشياء حلوة بإذن الله. مرتبة خطط يعني ما شاء الله عليك. إيه نعم إن شاء الله بإذن الله. على فكرة على طاري روتانا يعني يوجد علاقة استثنائية. ايه؟ وعلاقة صداقة كبيرة ما بين أبو شعيل وسمو الأمير الوليد بن طلال. طبعا أكيد الأمير الوليد بن طلال صديق من عمر ولنا على علاقات كبيرة معه وعشرة عمر يعني. متى آخر مرة صديقك أبو شعيل؟ الموسم اللي فات، موسم الرياض اللي فات رحت له وزرته وأنا وأحمد إحنا قلت منهان عليه، رحت له وقلت لهم أبي موعد، فرحت له هذا وقعدت وياه وتغشمرنا وضحكنا وصورنا، عندي صورة موجودة بتلفوني بس ما أعطيك إياها، آسف. صورة غريبة شوية أنا مصورها بطريقتي الخاصة. المهم غير لأنه أنا بس حب أقول حق بنيتنا شف شفت يرمي طعم وخلص ينتقل للي بعده. أنت الحين تيجي تصوبي بس خليني أقول لها يعني ثقي تماماً أنت اليوم لما تكونين مع شركة مثل شركة روتانا والقائمين عليها، وبالذات لما يكون توقفين مع شخص مثل بوفواز سالم الهندي، هذا الشخص تطمنين إن شاء الله راح تكونين أنت نجمة من غير شيء. لسبب، لأن الشركة والقائمين عليها يحرصون كل الحرص أنهم يقدمون فنانينهم بشكل رائع. توصية خاصة منك موجودة تشحقها هي عندها، ما يحتاج ما أقول له من وراها مدعومة موفقة والله تعالي. آمين يا بكل حب نطلب ونطالب انك تطربينا على المسرح. طال عمرك تفضلي. هذه مش عيال جديده دي، مو كل واحد يسوي هذه الحركه. مريت جنبي والحكي ارتبكت وتلعثم، نظراتك تغني قلبي يعاني، ضاع الكلام وزاد من حولنا الصم. مريت جنبي والحكي في لساني، من هيبة الحسن ارتبكت وتلعثم، نظراتك تغني حسنك والحكي في لساني، معقول واقلني مع كلام وتلاتم، نظراتك تغني وقلبي يعاني، ضاع الكلام وزاد حولنا الصام. مريت جنبي والحكي
الشوق على غرام على غرام قلت لك احبك للموت بسحب كلامي بسحب كلامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي فيكم مشاهدينا من جديد في هذا مكانك. طبعا بدايه الحلقه هاللون الذهبي هذا يعني اكيد شادكم، وش السالفه هذه؟ اقدر اغني من خلالها والله. اغنيه البرنامج ايش؟ يلا ها اسمعوا. واحنا منك نتعلم يا ابو الهش. والحين مين جاء دور مين؟ ابيه، والله ابيه، ابيه جيبوه انا عايزه حي، ابيه بعيوبه، ابيه بحلوه بمره، ابيه مين يا ابو الهش؟ احمد الصنع. يا هلا والله. يا اخي انت خلف الكاميرا وناسه وضحك وسعه صدر، إيه؟ امام الكاميرا لا ثقيل، ويعني وشلون يا ابو شعيل هالكلام؟ كان عندك الحين شوفوا الحين ببلش. خلينا نبارك لك على البرنامج الجميل وهذا مكانك، وخف على العالم سوي له مشاكل. اي لا تسوي اللي تشفس بسوي مشاكل. ليش انت ليش هوايتك تسوي مشاكل حق الناس؟ شفتوا النظام الهجوم خير وسيله للدفاع؟ قول لي الحين، رد علي، انت ليش تحب تسوي مشاكل مع الناس؟ عشان كذا حسألك السؤال هذا. تفضل. لماذا انت مقل بالظهور مع كل هالنجاحات؟ كثير من الفنانين نجاحاتهم انت ساهمت فيها بس ما تظهر، ليش؟ والله يا احمد ليش؟ هو مو تقصير مني انا، طبيعتي انا ما احب الظهور، يعني انا حتى بسناب بالانستغرام انا مقل وما احب الظهور، احب خلف الكواليس. ليه ما استخدمت نفس استراتيجية التهاني؟ شنو هي؟ طلع شماغ، طلع ثوب. لا 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 وشوف ايش الوضع. لا لا ليش؟ انا يعرفوني الناس، لكن انا ما احب اطلع دايم، يعني انا احس انه إذا في شيء يسوى إني أقوله أو عندي تجربة أو في برنامج مثل هدمة 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 هذه، يعني برنامج مرتب فكرته عجبتني، ما بالعكس ما تأخر. أنت ما شاء الله يا أحمد اسمك مربوط بالمليونيات، شوف عندي الإحصائيين هبلت. الحمد لله الحمد لله. أغنية أحبك للجسمي 230 مليون ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. مهم جدا 135 مليون طبعا. ما كان لعبد المجيد عبد الله 20 مليون على اونه على دوه ما شاء الله. على اشترى نبيل شعليان مرحبا فيه. يعني طب سؤال، معلي هذا سؤال خلبوصي شوي. أوكي. ابو شعيل ما زعل منك لما سمع احبك؟ ابو شعيل يعني حبيبك يا اخي، يعني مو حبيبي بس، يعني ابو شعيل هو عارف قدره ومكانه عندي، وهو داعمني اصلا وهو يشجعني. انا يعني حاسس اني بنضرب بالحلقه. لا لا انت لازم تعرف، لازم تعرف معلومة، لازم الناس تعرف هالمعلومة، ان ابو شعيل من، يعني انا شوي كسول وما احب اسوي، ابو شعيل هو اللي يقول لي سو كذي، وانا يعني وايد اخذ برايه واخذ. ما قد حضرت اغنية وسمعها ابو شعيل قال اتركها هذه حقي؟ غالبا يعني ما بيجاب الدبلوماسية. لا لا ما تدري فيني، ما عندي. ترى شغل الفيديو حق ابو شعيل برنامج اللي يقول ما نبي. لا لا غالبا انا ابو شعيل اسمعه واخذ رايه، كونه مغرب مني جدا، يعني اي شيء اكتبه. بس هو ما شاف شيء وجاز له قال لا عطني. لا لا بالعكس، وما فيها السالفه. في نقطه بس عند احمد يسوي الشغل ويرسمه حق شخص ويسويه ويدزه على طول، يعني مثل اغاني الجسمي يعطي الكلام الجسمي يلحن، والحال الجسمي لكلمات احمد فيها كيمياء. فعشان شيء تنجح في التقاء، زين، فهذه الكيمياء هي اللي ساعدتهم وقعدوا، ودليلك ان النجاح مستمر. صحيح. واخر اغنيه كمان بعد اللي توها مسوينها ما شاء الله، دعيت الله. اي ما شاء الله الاخيره، يعني في طريقها للمليونيه. اي بعد انت مليوني ما شاء الله. نجاح احمد هذا نجاح واحد من عيالي، يعني هو اي والله الله يشهد الله يشهد والله. وانا اشوف نجاح فيه. ما اقدر ادخل بينكم يا ناس، ودي ادخل. ما تقدر بسبب، تدري ليش ما تقدر؟ تدري ليش ما تقدر؟ لان احنا ما نلف وندور، احنا نقول الصدق. واحب عمري ان شاء الله قريبا مع ابو شعيل. يا سلام. إيه. هذا حصري لك. احنا عندنا اغنيه، عندنا اغنيه ان شاء الله جديده، يعني جاهزه ما راح نقول عنها. اموت انا بالفيديو. انا واحمد. اي متى كتبتوها؟ بالليل ولا بالنهار كتبتها؟
كتبتها بتاريخ طبعا يوم ميلادي فسمعها. انا على فكره على فكره بعطيكم معلومه، اليوم عيد ميلاد احمد. واليوم ايه؟ اليوم عيد ميلاد احمد 11. فهني على عيد ميلاد يا دي جي اسكوب، اعطينا شيء يعني. انا اسمع اسمع يعني بيوم ميلادي مجاب لك يعني، المفروض انت الحين تكون غير معي، عرفت؟ انا جراح جهزها ايوه ومعها معك. طب سؤال يا أحمد، بحكم تعاملك مع الفنانين، في فنانين يكون تعاملهم سلس، في فنانين لا يدققون بالكلمة، في فنانين اللي يطلب تغيير بالكلمة. صحيح. ممكن يعني تسلمينا تقول والله هو دقيق جدا مثلا. لا شوف أبو شعيل مثلا كيف طريقته بالتعامل؟ خليني أقول لك، أنا يمكن يعني الحين أنا أعتبر محترف كتابة أغنية مو هاوي. أي. فحتى نقاشي حتى مع المطربين الكبار يصدقون رأيي يعني بالكلام، لما أقول لا أنت هذا صح، سواء كلامي أو كلام إنسان غيري. طب لو سمحت لك أنا أسماء، أعطيني الصفة صفة صفة جيدة مو إنه صفة سيئة. تمام. طيب يعني أهم الصفات مثلاً براشد المجد لما تشتغل معه أو لما تقابله. راشد صاحب قرار سريع يعني يعجب المطرب، إذا سمع أغنية أبيها نفذناها على طول بسرعة. الجسمي سريع. حسين الجسمي المفاجآت، يعني هو مفاجآت يعني كم مسوين شيء مسوين كذا أغنية متفقين ننزل أغنية ننزل أغنية واحدة ثانية. يحب كيف شعور المفاجأة. كيف شعور يعني تنصدم ولا شلون؟ لا لا هو يعني تعودنا على بعض على قولتهم. وعبد المجيد؟ عبد المجيد الحب كله، أنا مجيدي الهوى، أحب مجيد هي. بس كذا يصير عليك لود إنك أنت لما تكتب له تشيل هم. إي حاتي عبد المجيد شوي بس الحمد لله. على قولتهم في كذا تجربة خلاص نعرف بعض، أنت رفيقي كم تجربة كذا مرة تعرف طريقة التعامل. يا أخي عطني أي شيء حصري، أغنية شيء أي شيء. بعطيك شيء حصري مسويه أنا وبلبل خليج نبيل شعيل. شوف في 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 شوف أنا برنامجك تتحب. إيه هذا. تبي حصري هذا حصري. أنا بعطيك شيء حصري. بنسوي أنا ويا أحمد دوتو. أغنية. اسمع صوتي عاد. اسمع صوتي بلال. أخبار توسع الصدر. اسمع صوتي عاد. أغنية أنا كنت جاي في موسم الرياض عندنا حفلة، فقلت حق أحمد كان موسم حتى كان، فقلت له بسوي أغنية على المملكة العربية السعودية، فبسوي. فأنا كنت محضر وقاعد أسمعه وإحنا جايين من جايين السعودية، فقاعد باللاونج قاعد أسمعه، كان يقول لي لا أنا عندي كلام حلو من زمان وأحلى من هذا اللي عندك. قلت له أوكي سمعني، سمعته عجبني. قلت له هذا وين خاش عني؟ كان يقول لي كان في عليه حكي وما شنو معه. كان اقول له خلنا اللحن الحين، كان اللحن سجلته بالهذا، كملناه بالطياره وصلنا هني سوينا بروفه غنيناه. اسرع اغنيه وطنيه. عجيب والله. اسرع اغنيه وطنيه. طيب وش مطلوب مني عشان تغنونها؟ الله يشهد كان فيها صدق يعني. اثنين مايك حق حق احمد. اثنين مايك عندي مايكات. ونعيش. شكرا. الحين انا شريك النجاح ها؟ انت شريك النجاح. واحد اثنين ثلاث اربع. اصبر خلنا نمشي الطابور حقي. اول مره يا بطيء بطيء. ارجع يا ابو الهش. تمام كذي هشام. اقول هذه قصيده قلت فيها ايه هذه الارض قلبي تملكه. ايه هذه الارض قلبي تملكه. ولو عطيت الروح كني ما عطيت. ولو عطيت الروح كني ما عطيت. الله. كيف ما أعشق تراب المملكة. كيف ما أعشق تراب المملكة. وأنا عندي المملكة مثل الكويت. وأنا عندي المملكة مثل الكويت. الله. أحبكم. أسلم. حبكم بالقلب ثابت كالوتد. حبكم في القلب ثابت كالوتد. والمواقف ثابتة طول السنين. والمواقف شاهدة طول السنين. ما
ما تعيش قلوبنا بلي جسد، ما تعيش قلوبنا بلي جسد، ويكفي انك قبلة للمسلمين، ويكفي انك قبلة للمسلمين. براءة؟ ها براءة؟ يعني يعطيكم العافية. براءة ولا لا؟ براءة براءتين وثلاثة. يعني انت حلو انك تكون مسالم يا اخي، انت صير مسالم. للامانه يا احمد يعني القصيده والله يعطيك العافيه ابو شحيل، اشعلت الحب والله في المكان. والله يعطيك العافيه. والله احنا مهما قلنا الاكيد الاكيد اي حب صادق، اي مشاعر صادقه تترجم بمشاعر بكلام صادق، في حب تلقى بالموضوع ينجح اكيد. اي موضوع تسويه بحب ينجح، وانت مسوي برامج لو مو مستمعين هالحب ما يصير برنامج ناجح. والله والله يديم لنا المحبه دائما. الله يحفظك يا حبيبي احمد. الله يعطيك العافيه يا حبيب قلبي. واسمح لي بعد اذنك ودي واحد اجيبه كذا قاهرني، ابجيبه هنا عشان ايش؟ نعطيه كم سؤال من الاسئله اللي بالي بالك انت تعرفها. والله انت شو مسوي بحياتك؟ اللي يبونك. انا عاجبني جو الحب اللي ماشيين فيه، خلينا نكمل عليه. جو الحب؟ الحب الحين حيتحول حاجه ثانيه يا حبيبي. الله يحييك يا عبد المحسن. يا هلا والله، تفضل. تسلم يا احمد. هذا مكانك يا عبد المحسن. اول شيء ما شاء الله، ايوه شفت ابتسامه ابو شعيل ما شاء الله من الاذن للاذن. انا مشكله هاي شهادتي مجروحه فيها، انا احبها. انا استانس على سوالفه. مطرقته وين مطرقتك؟ موجوده ترى. والله علشان والله عشان تحتاجها. اموت فيه اموت فيه والله. الله الله كذا خلاص انسحب. انا عبد انا قاعد احاول اعطيك اجواء الحب. ممكن انا اصير مذيع شوي عنك؟ ابشر يا حبيب قلبي. اول سؤال لي عندك محسن، انت شلون جاتك الفكره وشلون بديت؟ يعني انت فجاه انا جيت لقيتك كسر السوشيال ميديا، شلون طلعت؟ هو في البدايه كانت الفكره انه ننقل اخبار المشاهير، هذه كانت الفكره الاساسيه. بس مع الوقت حسيت انه ما ينفع ننقلها ونسكت. لازم ننتقد. نكسر شوي. لانه صراحه المجال والناس محتاجه. بديت تعيش الدور انت نفس المجال. تفضل. قاعد اشوف الحركات. تفضل. انا مين قدي ابو شعيل قاعد يحاورني؟ يا جماعه نبيل شعيل مذيع وانا الضيف. يا البركه بكان يا حبيبي. سؤال زين، ما تخاف انت ما حد يرفع عليك قضيه لان انت وايد. الحمد لله الحمد لله. شفت اقول لك شيء، انت اللي تقوله مدروس. نعم يعني انا دارس دعوه التلفزيون. عندك محامي يقول لك هذا صح هذا غلط؟ قانونيا تدري في الجامعه نص موادنا كانت قانون، انا دارس دعوه تلفزيون نصها قانون. علشان ما ينفع لازم تعرف قانون. عندنا محامي المرئي والمسموع. لا عندنا محامي، وفي نفس الوقت انت تتوقع سؤال في قضايا؟ جاوبني. في قضيه واحده كانت كبيرة. بس نعم انا اتوقع عندك واحد من 100 قضيه. وكانت من ضيف بعد. تخيل. أوكي. يعني مو شخص انا تكلمت عنه. اسمع لا انا مروق. انا لا انا بعد من ضيف ترى حكيت. انتبه. محسن بس ترى هشام اذا بتروح عندك شيء احنا نكمل. والله بين يدينك يا ابو حيد. بس على فكره كثير من المشاهير، يعني في واحده من المشاهير اللي تعتبر في التوب 10 في السناب شات، كنت كل ما اعلق عليها تطلع وتسفل انت ومطرقتك لا كسر راسك وما اعرف ايش. انا الجديد احسب انها صادقه. اختفينا عنها فتره، جت كتبت لي في الخاص تكلم عني عادي. اسمح لك. فترى هم يحبون لانه انت تصنع بالنسبه لهم الترند. حتى لو تنتقدهم بشكل ساخر ما عندهم مشكله. فالناس ما تتوقع العكس. لا للاسف يعني للاسف. ما يعتبر برنامجك تنمر على المشاهير؟ تنمر معلي. خلي بعد ملك التنمر. ملك التنمر. ما اقدر اقول شيء. نمبر وين تنمر هو؟ شنو تنمر؟ شايش على التنمر هو شنو؟ لا والله بس اللي انت ما تعرفه في فيديو يا جماعه الخير، فيديوين ورا بعض. ها خلونا نشوف اول فيديو. يا اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وان شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم ان شاء الله. يا هلا حياك الله. منين يا ايفا؟ لا بعزمكم الشهر بيت. خلونا نشوف الفيديو الثاني بعد. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم المحقق عبد المحسن اللافي.
صار يا ابو شعيل حبيبنا عبد المحسن كان عنده برامج هادفة جدا. الفيديو الاول فجأة الولد انقلب وانتقل الى برامج القيل والقال. ابدا ابدا نحن اكثر من يستر على المشاهير. باين يا حبيبي الله يجزاك خير ويطول عمرك. المشاهير عموما يقدمون محتوى للكل للعلن، فطبيعي انه انت كبرنامج تنتقده وبشكل ساخر وعادي. احنا ما نقدم فضائح، العكس تماما، انه في اشياء تنتشر بس يمكن مو كل من يتابع برنامجنا شافها لما انتشرت، فيعتقد انه احنا جايبين شيء من الفضاء، شيء موجود منتشر. في يعني خبر حلو يقولون انه مين مكسر السوشيال ميديا راح ينتقل للتلفزيون. يقولون راح يكسر التلفزيون. راح نصير زملاء. وشلون؟ ان شاء الله في برنامج قريب على قناه الاس بي سي، القناه اللي احنا ظاهرين فيها الان، وراح يكون من تقديمي وتقديم الزميله نرمين محسن، وراح يكون عن الترند والمشاهير، ولكن هذه المره على مستوى اكبر، فانتبه. الله يكفينا شرك. راح يكون يوم ان شاء الله. طيب انا بشوف بس غريبة. الشباب جهزوا لنا ممتاز، لعبه رهيبه. احب اطلعك على المسرح يا عبد المحسن، ارجوك والله نعطيها اعطيها يلا يا دي جي غطونا. قدامي هات يدك يلا قدامي. لا لا بكل بساطة فيه حاعطيك أنا كروت مكتوب على كل كرت جملة، حتلصق الجملة على الصورة الصحيحة. أوكي هذول وراي وراي. مدير المسرح لو سمحت دلعني هذا الكروت. أشكرك يا سيدي. الله الله على الكروت. شغلت الأغنية، الميوزك شغالة، كله مية مية. عندي أربع كروت وأربع صور. أيوة الكرت الأول مشكلتك تزعل من المزح. تعطيها مين؟ المشكلة ودي أعرف الباقي علشان أقدر. ما فيه تزعل من المزح؟ لزقها على أي صورة. تزعل من المزح؟ ريان ريان. المشكلة ما أدري وش الباقي. الكات الثاني أنا آسف غلطت بحقك. يا كثر اللي غلطت بحقه. ما أنت عبد اسمه الكابتشينو. اسمه ليه ليه وش السبب؟ شوف اسمه الكابتشينو زعلان من كلمة قلناها في يوم ما في البرنامج اللي هي كلمة ما خلاص كل العالم اسمعوا. وحنا أصحاب اليوم صراحة. صرت أصدقاء؟ يعني رحت محلة ايه؟ تعرفت على كرسي المساج وطاولة الاجتماعات و مشاريب وزينة وكرسي الحلاق ولا بنت حلال؟ والله تفرجت على أثاث أباشرة. اي لا لا بغيت أشتري كمان. تستاهل ما جاك. لمين تهديها؟ تستاهل ما جاك. أيوة أيوة حلوة الدانس هذه الرقصة. اوف الله الله العجيب. اخر كرت طبعا للحين في قلبي كلام. اقدر ابدل؟ بدل تبي تبدل بدل. انا اعطيك الحركه ذي. ليش بدلت؟ ايش السبب؟ انت بدلت بعدين فكرت؟ انت بتحرجني انا ما صرت دبلوماسي. والله ما لي دخل. قل تكلم. لا والله بس والله احبهم كلهم ترى والله اي خلاص هذه القفله الاخيره حنسوي حنشكر الجميع بس انا ودي ليش بعرف بس احس هذول المساكين في اطار معين اي بس للحين ارحمهم في اطار معين. قلبك كلام وشو الكلام اللي في قلبك وشو اللي بنعرفه؟ ادري في قلبك كلام وديك تقوله. هذا اللي ودي اقوله. الرجال ايش انسحب بطريقه فنيه. اخر كرت. تستاهل ما جاك. تستاهل ما جاك. تستاهل ما جاك. ما حد يعني خلاص حتلزق تلزق اخيره صح؟ جلسي ينوع الاخ. مشكلتك تزعل مد. تستاهل ما جاك. انا غلطان كذا. قلبك مرتاح؟ نعم ها؟ وبقوه. كلمه اخيره لهم.
الله يوفقكم، انا ما عندي مشكله شخصيه معهم كلهم. عندك مشكله مهنيه؟ مهنيه ممكن. للامانه هذا برنامج انا اقدمه، خارج البرنامج انا لو اشوفهم كلهم بسلم عليهم. وهم ان شاء الله يسلمون عليك. راجعين لكم بعد الفاصل، انتظرونا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه في هذا مكانك. ويا عبد المحسن وش تسوي انت وابو شعير؟ انت ما ادري دخلتنا فجاه، ما قلت لنا، ما حد قال لنا، قاعد اسولف. البرنامج ده عفوي، انا الود ودي من السياره اصوركم. انا قاعد اسولف وياه اقول له عايشني ولا؟ قال لي لا هني. قلت له انزين زود؟ قال لا. قلت له كم عمرك؟ تفاجئت، قال لي 25. قلت له قاعد تسولف وياي بعد؟ يلا يلا روح اقعد مكانك، روح على مكانك. الحين يا جماعه الخير، في لعبة اسمها لعبة رمي الكرة، ترمي كرة التنس الطاولة البينج بونج، نفس الكرة ذي ترميها. حشرح لكم إياها بعدين، بس الحين بنعرف مين اللي حيلعب. في شخصين ما أعرف مين هم، اللي راح تحددوا الساعة اللي عندنا الدائرة الدور. شباب طلعوها لو سمحتم، بس خلنا نشوف يا ترى مين. أوف والله حلوة الصورة ذي يا تهاني. مين؟ عيونك الحلوة. الله، وين وين راحت؟ نبيل؟ مين؟ ريهام؟ لا تهاني واحمد. يا سلام. يلا تفضل طال عمرك. يا هلا وسهلا فيكم في لعبة الكرات. وش قصتها بكل بساطة؟ أرقام شنو علمنا؟ أحمد أنت حترمي، بتحاول تدخل واحدة من الكور في واحدة من الأرقام اللي هنا اللي عليها كاسات عفوا، وأنت نفس الشيء ترمين، وإذا جاء على الرقم أنا أفتح الرقم، أنت جبت أشوف وش الرقم أطلع أسألك أنت، فكل واحد أنا حسأل إيش الطاولة المضادة له. واضحة؟ واضحة. مين حاب يبدأ؟ أنت. ليدز. ليديز فيرست. ليديز فيرست. ليديز حلوه. شكرا. تفضلي حاولي. 3 2 1 جو. يا رب ما تكون واحده. يا القهر. دورك يا احمد. انا يا القهر جنب الخشب. روحي قهر. احمد يا هو. الله 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 الله. طبعا مين اللي حينسال؟ انا طبعا. 9. نشوف رقم 9. الله يسلمك. مع السلامة. أنت روحي. شو وين رقم 9؟ 9. عيونك. الله على السؤال. ضحكت. اضحكي طبعا، لأنه بعد السؤال ما أدري هل حيستمر الضحك ولا لا. والسؤال هو، لو عرض عليك $1,000,000 مقابل تعاون فني مع واحد أو واحدة ما تحبها، تقبل او ترفض؟ طبعا هذا سؤال للرجل او الانثى، لكن انت انثى. ها، $1,000,000. ايه؟ وتغنين مع شخص تكرهينه. ايوه. تغنين ولا لا؟ بغني. تغنين؟ ايه. $1,000,000. احب انا الوضوح. ما راح يوقف الشغل على اغنيه يعني. رائعه رائعه رائعه. وضوح ما في احلى من كذا. كملوا تفضلوا. احمد تكفى. دورك دورك. تكفين. تهاني. يلا احمد. الله يا احمد. علمني الطريقه شلون. مبسوط انك تصفق. ها، سؤال رقم 1 حتنسال تهاني. السؤال هو لا. أيوة. المشكله ما انا شايف انه له اجابه، لكن حاسال. من هو لاعب كره القدم اللي تقولين له يا اخي اعتزل ترك شغلتنا؟ مالي في الكورة. طب نغيرها ونخليها مغني مطرب؟ لا
لا خلاص على السؤال خلاص ما صدق يعني ما والله قهر محفوظة. نرجع مرة ثانية كملوا. محظوظ محظوظ أحمد والله مقهور. طيب أعطوني فرصة مرة ثانية. الله الله لو سمحت حاول إنه لا صرت فنان. رقم ثمانية المرة الجاية بخليك تكلمي عنه. الله السؤال. محكوم عليك أن تأكلي أكلة واحدة فقط لمدة شهر، فطور غدا عشاء، وش تختارين؟ كبسة حتى لو الفجر كبسة. تبي تسمنين؟ طيب أبغى أسمع الكبسة. الله عليك يا رائد الكبسة. كملوا. ممكن ترمي عني؟ إن شاء الله. لا لا ما يصير ما يصير. والله ودي لا. بس احنا جربي إن شاء الله بس أنا أحاول لك بعدين. الله عليك يا تهاني. الله الحمد لله. مستانس مستانس ونص. رقم كم؟ خمسة؟ خمسة. رقم تسعة يعني. يا رب سؤال محرج يا رب. مين اللي تعطيه بلوك من ضيوف حلقة اليوم؟ أعطيك. ضيوف الحلقة من المقدم. أعطيك. أنت من الضيوف. يعطيك يا مشعل الكلام ده؟ أنا قلت ضيوف الحلقة. أنا قلت لك أنت هنا بعد شو أسوي؟ أعطيه بلوك. ضيفك شو تسوي؟ أنت مو سألتني؟ أنا حق الإجابة لي. صح. عبد المحسن تقبلها؟ وش فيك عبد المحسن؟ أنا مالي دخل. عبد المحسن مو ضيفك، أضيفك وأعطيك بلوك. يلا أحمد تفضل دورك. أخ أبي خمسة بعد. تقنص ما شاء الله. جو. الله عليك يا تهاني. ثمانية. تقريبا. رقم ثمانية؟ لا ما أبدا ولا أقبل. أخذ اللي قبله ولا اللي لا بعده؟ لا 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 ثمانية. شنو السؤال؟ جاني هذا السؤال. كيف أبدا؟ ما يصير. لا. جاني. تبي اللي قبله ولا اللي بعد؟ بسرعة. عشرة. الله. وجهك. والله حلو اكيد. اي أيوة والله. بالله اقرا له السؤال بصوت عالي عشان ايش يسمعه. اي انا اقول يمكن هم. احكي لنا اخر موقف تسبب لك بحرج مع جمهورك او ربعك باحراجك. والله بشعير ما في ببالي شيء يعني ما في موقف ببالي. مثالي ما شاء الله. لا مو مثالي ما ادري بس ما في موقف صار انه لا تضحك هو ما يبي يقول بس لا ولا في لا والله ما في موقف صار لي. العب لي دور مين مكسر السوشيال ميديا هنا. احمد الصانع سوى بالله تكفى ودي اشوفها الان. لا ما يطيق. ابي اسمعها. ترى انت نبدر جاري انت الحين. تكفى يا عبد المحسن. لا خلي توين جو يا عبد المحسن. ومين مكسر السوشيال ميديا؟ احمد الصانع بس ما يبي يعترف ما يبي يجاوب اليوم. منك ها. يلا اخر واحده. وين وش الحرب ذي اللي صارت بينكم؟ خلاص لازم الله رقم ثلاثة خلاص ثلاثة وينك يا ثلاثة؟ تهاني يا ولد زي ما انت نويت. أسوأ هدية وصلتك وايش أجمل هدية؟ الله. ومن مين؟ أسوأ هدية ما يحضرني صراحة. أحلى هدية إني رزقت بولد يعني اسمه عز. هذه هدية من الله يعني أنا أشوفها أحلى. أموت أنا بالإجابات الدبلوماسية. ماني قادر أطلع شيء وترمي علي ها. الله يسامح قدامي. تفضلوا طال عمركم إلى الأماكن. رجعنا لكم. أبو شعيل عنده موهبة متعدد المواهب ما شاء الله عليه. أبو شعيل مطرب عالمي، مقدم برامج، يحب الصيد السمك، أيضا يحب التصوير والإخراج والأمور هذه. لهذا السبب يعني بكل الحب أكيد يا أبو شعيل اليوم أنت حتخرج لنا فقرة صغيرة من البرنامج. أي والله تكفى. شو اخرج يعني؟ اي والله وديك غرفة الكنترول انت تصرف، اتحكم بي مثل ما تبي. يعني انا الحين امسك القيادة بدال المخرج. ارجوك استاذن لي من المخرج وانا حاضر. مخرجنا موافق؟
موافق زميلنا نبيل شعيب. الله يا سيدي الله. اسمحوا بس بشرط آمر أروح أخرج هناك وتسمع كلامي. والله نسمع كلامك. والله وأسحب كلامي. لا أبد ما نسمع كلامك. والآن أي شيء أقول لك إياه تسمعه تسويه. طيب على بقى والله لا سوي اللي تبي. أوكي. لكن على بال ما يوصل أبو شعيل للكنترول راح نشوف تقرير سريع يخص ريهام ونرجع لكم. اسمي ريهام كمال، مدربة كاليستنكس، لي 7 سنوات في تدريب الكاليستنكس، وكمان من هواياتي البوكسينج، وصرت بطلة المملكة في البوكسينج. بالنسبة لي البوكسينج، أنا الصفات اللي الواحد يحتاجها في البوكسينج إنه يطلع في الحلبة شجاعة القلب، قوة القلب، فأحس أنا أكتر. اللي أحبه في رياضة البوكسينج السكيلز والموفمنت تبع الرياضة نفسها، وكمان بتساعدني إنها بتقوي قوة تركيزي أكتر. اليوم عندي لكم 3 tips to be a good boxer. tip number 1، الوقفة قدام الباك تكون وقفة نمر جاهز يقتل اللي قدامه. tip number 2، لما نضرب نرجع يدنا نفس المكان اللي خرجت منها عشان نحمي وجهنا. tip number 3، لما تعرفوا عن نفسكم قولوا انكم انتم بوكسر عشان الناس تخاف منكم. اول ما بدات البوكسينج كانوا يقولوا كيف بنت تتمرن بوكسينج، بالذات انه شكلي مظهري، يعني حتى في الشارع ولا في اي مكان حاطين معيار معين انه الشخص اللي يلعب بوكسينج يكون بطريقه بشكل معين. بس انا كسرت الشيء ده، انه انا اي كان بي ا ليدي واي كان بي ا بوكسر، اي كان بي ايفرثينج اي وانت تو بي. واحدة من الفايتات أنا خسرت فيها، بس بالنسبة لي ما كانت خسارة، بالنسبة لي كانت دافع إنه أنا أشتغل على نفسي أكثر وأصير أفضل. الله 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 الله. أبو شعيل. هلا هلا تفضل. يلا يا أبو شعيل جاهزين؟ لا هيدا كرسي. شوف المخرج أبو شعيل ما يحتاج. هلا 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 زميلنا أبو شعيل. يلا انا تحت امرك يا ابو شعيل، يمين يمين يسار يسار زي ما تبي. اسمعك هيدا كل الكاميرات هاي الكاميرا بتشوفها كاميرا 1 كاميرا ابو الهش. هلا والله. هلا ابو الهش على الكاميرا 2. اي ابو الهش انا جاهز يا طول العمر. امر تدلل. ساكر ابو الخير الحين انا ابيك اليوم مع بطلتنا تكون جدا مهذب لانك انت خليتها اخر واحدة. ابشر ظبطت. هي شريك زميلتي قاعده يمي طول هالفتره فتعبتوها، فارجوك ان تكون اسئله خفيفه وتدلع بنيتنا البطله عسى الله يوفقكم. نبتدي الحين جاهزين؟ يا تفضل ارستقراط انت. هذا مكانك تفضل يا هشام. يلا نرجع من فاصل يا بخرجنا. نبيل ولا من الريبورت؟ يلا 3 2 1. مش عيل بالاوبيفان. يلا هلا هذا مكانك لضيفتنا. يلا ريهام تفضلي هذا مكانك. وش هالتقرير ذا ما شاء الله. طبعا حسب توصيات مخرجنا لازم اكون معك ايش لطيف. اوكي. اذا عرف السبب بطل العجب. ما شاء الله ملاكمه، يعني ما شفنا اكثر من لعبه. لماذا لماذا الملاكمه هي مو بس رياضه عنيفه، هي ممكن من وجهه نظر الناس يكون عشان فيها ضرب تكون رياضه عنيفه، بس هي لها فوائد مره كثيره. قوه التركيز، المسل كوردينيشن، يعني فوائد اكثر كمان. بس احس كانك تتكلمي على اليوغا ما تتكلمي على البوكسينج، صح؟ انا شايفتها بالمنظور هذا. طيب خلينا نشوف الفيديو. مخرجنا نبيل الله يعطيك العافيه
ابو شعل حط لنا الفيديو هذا. يلا طب يديهم ما شاء الله ألف مبروك الميدالية الذهبية في بطولة المملكة للأندية. كنت بتقول معك أبو شعيل. أي أبو شعيل سم. لا كنت بقول لك أن هذه الجائزة مالت الميدالية بس طلعت أنت حافظ. الله إيه حافظ. لا 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 تشيل هم جاهز أنا. لا بس جد يا ريهام كنت متوقعة تفوزين؟ أنا أدخل الفايت من غير توقعات. تنسي يعني أنت تنسي كل شيء وتدخلين مباشرة. أنا أدخل وأنا مستمتعة. ايش كانت النتيجة؟ انا بكون مبسوطة من الفايت من اللعبة نفسها. طب سؤال يا ريهام، ما هي نظرة المجتمع النسائي اللي حولك؟ انه واو دخلت الملاكمة يا بنات انتبهوا. كيف ايش نظرتهم؟ لا تضحكين يا تهاني. اول ما دخلت الاستوديو اليوم واحدة بتقول لي انا لما قالوا لي ملاكمة اتوقعت شيء ثاني. لا وحوالينك الاهل الصديقات. فهو يا الناس حاطين صورة لشكل الشخص إذا كان ملاكم كيف يكون، فأنا يعني ما في أحد حيشوفني في الشارع يقول هذا ممكن تكون ملاكمة. أبو شعيل رياضة الملاكمة وأنت سامعني، لو جت بنيتك الله يحفظها قالت يا بابا خلاص أنا بدخل ملاكمة، الموضوع هذا بالنسبة لك ما في مشكلة؟ هي رياضة على فكرة، هي يعني رياضة مثل أي رياضة ثانية، إذا عندها الجسم يساعدها وعندها قوام للمادة لنوع الرياضة هاي ليش لا؟ شنو ما في مشكلة. وكايب نيتها ما شاء الله تبارك الرحمن، قالوا لك حتى أنا ميت كنت متوقع ملاكمة تكون شكلها غير لطيفة وظريفة وزي بكيت بكيت. كلهم حاطين تصور عن الملاكمة إنها داخلة شيء عجيب والله. دحين فقط الملاكمة هي اللي مستحوذة على فكرك، كاراتيه، تايكواندو. عندي حزام ازرق تايكواندو. ما شاء الله ايش خليتي؟ وتركبي خيل، ايش كمان؟ غواصة. وباركور كمان؟ باركور، كنت العب باركور. وكالستنكس. ما شاء الله عليك. طيب انت يعني هل مستقبل ان شاء الله اذا رزقتي باطفال برضو حتعلميهم البوكسينج ورياضة دفاع النفس؟ حفتح لهم المجالات كلها وهم يختاروا الشيء اللي يناسبهم. بس اكيد انه حزرع فيهم انه الرياضه شيء مهم في الحياه. طيب هل قد مره من المرات استخدمت الملاكمه لانقاذ موقف بالحياه العامه؟ لا. اكيد نفسي تستخدميه ضد واحد يضحك. مخرجنا حط اللقطه على حبيبك راعي كان، حط اللقطه عليه. مخرجنا ما يروى مخرجنا، ضبطني يا مخرجنا. الله يعطيك العافيه يا ريهام. الله يعني نورتينا وشرفتينا. شكرا. الله واشكر ايضا. لا انت اخر واحد. حبيبنا احمد. حبيبي تهاني الله يعطيك العافيه. مخرجنا طبعا يعني انت اللي حتقفل البرنامج شو اسوي. وباسم كريستو حبيبنا وش رايك باخراج ابو شعيل؟ والله صراحه انا تفاجات يعني مثل كانه له من 20 سنه بيعمل اخراج ما شاء الله. زميلنا الله يعطيكم العافية جميعا. هذا كل شيء لحلقة هذا مكانك لهذا الأسبوع. حلقة إن شاء الله جديدة الأسبوع القادم، تنورونا تنبسطون فيها. وشكرا مرة ثانية لحضورنا، شكرا لضيوفنا، شكرا لضيفنا ونجمنا ومخرجنا نبيل. ويلا يا نبيل أطلع. انتهت الحلقة في أمان الله. يلا في امان الله.